شنو الأشياء اللي لازم أراعيها عند استخدام المعقمات؟ أولاً أن تكون فعالة، ثانياً أن تكون صديقة للبيئة والإنسان، وثالثاً أن لا تسبب أي ضرر ومخاطر عند استخدامها. بس هذني؟ لا، هناك أمور خاطئة عند بعض الناس في استخدام المعقمات. وشنو ينتج عن هذه الأخطاء؟ هاي الأخطاء تسبب أضرار للمستخدم وعائلته. هي قد تكون بدون قصد، لكن سوء استخدام المعقمات يولد نتائج سلبية. ممكن أعرف الأضرار اللي تنتج من سوء استخدام المعقمات؟ أكيد ممكن. الإفراط في استخدام المعقمات يؤثر على الجهاز التنفسي ويسبب حساسية بالصدر، وأحياناً التهاب رئوي. دمج الكحول مع مواد أخرى أحياناً يسبب كارثة. شنو هاي الكارثة يا ستار؟ دمج الكحول مع الخل مثلاً، الناس تعتبرها خبطة حتى تقتل فيروس كورونا، بس المشكلة هاي الخبطة بها مخاطر على المستخدمين. وضح لي. راح أوضح لك بشكل بسيط شنو مخاطرها. عند استنشاقها راح تسبب 3 حالات، وهي ضيق بالتنفس وسعال وارتفاع في درجات الحرارة. وشنو المشكلة؟ المشكلة هاي الحالات اللي حكيت عنهن هن نفس أعراض كورونا، فراح تسبب إرباك نفسي للمستخدم وقلق للعائلة، حسبالهم مصاب بفيروس كورونا وهو مستنشق خل وكحول. هم أكو أضرار بسوء استخدام المعقمات بعد؟ طبعاً أكو، وراح أحكي لك على التعفير بدمج القاصر المنزلي مع المعقمات الكحولية. هاي مفاهيم مغلوطة تسبب مخاطر خصوصاً في الاستخدام المنزلي، يعني بالبيت. شنو هاي المخاطر؟ سولف لي بس واحدة واحدة. تدلل، راح أسولف لك وبشكل مبسط. القاصر المنزلي يحتوي على كربونات الصوديوم واللي تتفاعل مع الكحول المعقمة، وينتج عن هذا التفاعل مركب كيميائي خطر جداً على صحة الإنسان يسمى الكلوروفورم، وهو عبارة عن مادة سائلة عديمة اللون. عند استنشاقها ممكن تؤدي إلى حالة وفاة بشكل مفاجئ. يا ساتر يا رب. مو بس هاي، تركيب القاصر مع الكحول ينتج مادة سريعة الاشتعال والانفجار، يعني يكون بيتك في خطر إذا استخدمت هذين المادتين، وعلى ساعة ويشتعل نار. وإذا استخدمته وما متت ولا اشتعلت، إيش راح يصير؟ سؤال حلو، خلي أجاوبك. الاستعمال المزمن لدمج القاصر مع الكحول يسبب تليف الكبد وجفاف الجلد، ويأثر أيضاً على الجهاز العصبي للإنسان. وبهيج حالة شنو تنصحني؟ اتجنب المفاهيم المغلوطة حول استخدام المعقمات، وننصح باستخدام المعقمات المصنعة وفق مواصفات منظمة الصحة العالمية، وعدم الإفراط في استخدامها، والاكتفاء باللجوء إلها فقط عند الطوارئ. وأتمنى لك الصحة والعافية.